إذا أنا بستنتج إنه في عندي انضغاط في هاي الحالة. إذا هاي هي الوضعية الأولى، يعني كأنها بهذا الشكل. بس خلينا نقرأ السؤال بالأول أحسن عشان نعرف إنه مضغوط ولا مشدود. سؤال بيحكي لي the block shown is released from list، إذا v1 تساوي 0. When the spring is stretched، stretch يعني ممغوط أو مشدود متمدد، a distance d، إذا هاي هي الوضعية اللي عندنا. خلينا نعتبر إنه هون هي وضعية الاتزان، يعني هيك بالأصل بكون عندنا الزنبرك لا مضغوط ولا مشدود، يعني هون اكس بتساوي زيرو. هو هون ايش ماله؟ مسافة مقدارها دي، يعني اكس اللي هي مسافة الانضغاط الشد للخارج بتساوي دي. هيك حكى لي في السؤال ديستانس دي. بعدين بيحكي لي اف كي تساوي 50 نيوتن لكل متر، اذا اعطاني كي تساوي 50، ام تساوي نص كيلوغرام، يعني هاي الماس تاعت الجسم بتساوي نص كيلوغرام، دي مسافة دي هاي بتساوي 10 سنتيمتر، إذا الدي هون قيمتها 10 سنتيمتر، نكتبها بالمتر، نقسم على 100 وصير 0.1 متر. and the coefficient of kinetic friction، ومعامل الاحتكاك الحركي between the block and the horizontal surface is equal to 35%. قيمة معامل الاحتكاك الحركي بين السطح وبين الجسم بتساوي ميو كي بتساوي 0.35. تمام. Determine حدد the speed of the block، بده ايش؟ speed of the block يعني سرعة البلوك، سرعة الجسم، when it first passes يعني في البداية لما تمر through the position خلال الموقع for which the spring is unstretched، يعني لما الجسم الآن هو مسحوب وتركناه v تساوي صفر رح يبدأ يرجع، رح يصير يتسارع. لما يوصل النقطة اللي بيكون فيها الزنبرك غير مشدود unstretched x بتساوي صفر، كم بيكون مقدار السرعة؟ يعني هو بده ايش؟ هذا الجسم هيك بتحرك، بده السرعة هو موجود هون كم بتساوي؟ تمام. هاي المسألة نفس المسألة اللي قبلها تماما، نفسها بالضبط، لكن اختلف فيها شوية اتجاهات مش أكثر. إذا أنا عندي سطح خشن هون مش سطح أملس، هنشوف شو الفكرة في السؤال هون. لو رسمنا الجسم وهيك عم بيتحرك باتجاه اليسار لأنه كان بالأصل مشدود للخارج فبده يرجع لورا، نحكي القوة المؤثرة عليه أثناء عودته للخارج سبرينج نفسه هو اللي قاعد بيرجع فيه. الزنبرك في وضعية الاتزان إذا الجسم بيقترب من المنتصف فسبرينج هو اللي بيسحب الجسم، إذا الجسم بيبتعد عن المنتصف يعني هو رايح لبعيد سبرينج بشده، إذا رايح لجوا سبرينج بيدفعه، بس إذا كان مدفوع مضغوط ورايح الجسم لهناك الزنبرك بيدفعه، إذا كان مشدود وبيتحرك للمنتصف الجسم السبرينج هو اللي بيدفعه، فدائما الحركة باتجاه المنتصف باتجاه نقطة الاتزان بتكون السبرينج هو اللي بيحرك بالجسم زي الحالة اللي عندنا. فالآن اتجاه قوة سبرينج بهذا الاتجاه، هاي قوة السبرينج. ما دام الحركة باتجاه اليسار مباشرة حتكون قوة الاحتكاك باتجاه اليمين، لأن قوة الاحتكاك هي عكس اتجاه الحركة. عندنا الام جي اللي هي الوزن، وعندنا النورمال فورس نحو الأعلى. طبعا يا شباب الام بتساوي نص كيلوغرام، اذا ام جي راح تكون بتساوي 4.9، اذا تلقائيا ان راح تساوي 4.9، اذا مباشره اف كي راح تساوي ميو كي في ان، ميو كي اللي هي 0.35 ضرب 4.9، 0.35 ضرب 4.9 فبيطلع الجواب 1.7 نيوتن. هاي قوة الاحتكاك، هاي عرفناها. اوكي، المسافة اللي الجسم متحركها باتجاه اليسار هي 10 سنتيمتر، هاي المسافة هي نفس الاكس اللي الزبرة كان مشدودها، وهي نفس المسافة اللي الجسم راح يمشيها حتى يوصل لعند المنتصف اللي هي النقطة اللي الزمرك بكون فيها unstretched يعني غير مشدود. طيب هو طالب مني في السؤال شو أطلع V النهائية، ما
مدام طلب ال V إذا نقدر مباشرة نكتب نحكي إنه W total مباشرة بتساوي دلتا K. الآن work total هو work ال N work ال MG work الاحتكاك work spring، هاي القوة الموجودة عندنا أربع قوة كله إيش بيساوي؟ نص في M في V2 تربيع ناقص نص M V1 تربيع، وهي يساوي تحت اليساوي. لكن النورمال فورس دائما كم الورك إلها؟ الورك إلها بيساوي زيرو. ال MG لأنها عمودية على اتجاه الحركة، هيك اتجاه الحركة بهذا الشكل دي بتساوي 10 سنتيمتر. ال MG عمودية على اتجاه دي أيضا ورك راح يكون بيساوي زيرو. FK FK بدنا نحسبها، شو ورك ال FK؟ ورك ال FK هو ال FK نفسها اللي هي 1.7 ضرب المسافة اللي الجسم بيمشيها اللي هي 10 سنتيمتر اللي هي 0.1 لما نحولها لمتر ضرب كوساين الزاوية تاعت ال FK. ال FK دائما يا شباب زاويتها مع الدي بتساوي 180 درجة زائد هذا ورك ال FK. طيب السبرينج، قوة السبرينج الآن شو الورك الناتج عنها؟ نحكي ورك سبرينج هو نص في K في X1 تربيع ناقص نص في K في X2 تربيع، هيك القانون. هذا كله ياتو هو التوتال ورك يساوي نص الماس في السؤال كان معطينيها نص كيلوغرام V2 اللي هي السرعة النهائية تربيع مجهولة ناقص نص MV1. V1 حكينا بتساوي صفر لأنه ريليز تركي من السكون، إذن هاي كلها بتساوي صفر. ممتاز، فرح نحصل على الآن نحسب هاي 1.7 ضرب 0.1 ضرب كوسان 180 رح يطلع الجواب ناقص 0.17 17%. الآن هاي اللي هون في البداية يا شباب، هو هون كانت البداية وهون كانت النهاية. تحديد البداية والنهاية مهم لأنه قانون الورك تاع سبرينج بيحتوي على 1 و 2 X1 و X2، فبدي أعرف هو من هون بدأ ولهون اتحرك. ففي البداية هون هاي ال V1، هل الزنبرك في هاي الوضعية كان مشدود ولا في حالة اتزان؟ واضح انه كان مشدود. اذا في هاي الوضعية الاولى ال X لها قيمة، قيمتها اللي هي 0.1 هاي X1، اذا X1 لها قيمة. بينما لما الجسم وصل لعند المنتصف وضعية الاتزان اللي هون كان الزنبرك في حالة في حالته الطبيعية، فهو لا مضغوط ولا مشدود في اللحظة اللي طلب مني أنا أحسب فيها السرعة. طبعا الزنبرك الجسم راح يكمل وراح ينضغط، بس أنا ما بيهمني شو راح يصير فيه بعدين، أنا بدي في هاي اللحظة، في هاي اللحظة اللي هو طالب مني أحسب السرعة فيها قيمة الإكس الانضغاط في الزنبرك هي صفر. إذا X1 هي 10 سنتي، X2 هي صفر، قيمة X1 بتساوي صفر، إذا X2 بتساوي زيرو. فرح يصفي عندي نص، طبعا اشارتها زائد K، K اعطانيها في السؤال بتساوي 50 في X1. X1 كم كانت مسافة الانشداد الزنبرك؟ هي 1/10، 1/10 تربيع، كله بيساوي نص النص اللي هي ربع V2 تربيع. فرح نحصل على الآن نجمعهم مع بعض ناقص 17% زائد نص ضرب 50 ضرب 1/10 تربيع كله بيساوي 8%، 8% يساوي ربع V2 اللي احنا بدنا اياها تربيع. اذا V2 راح تكون 8% تقسيم ربع تحت الجذر، تقسيم ربع يساوي، والجواب ناخذ الجذر له فبيطلع الجواب V2 تساوي 0.57 متر بير سكند. لو حولناها، هو طالب الجواب بالسنتيمتر هون، لو حولناها للسنتيمتر فبدي أضرب بمية عشان يصير بالسنتي، بصير 57 سنتيمتر بير سكند. تمام، فالجواب هو 57 أو 56، إحنا قربناها جواب فرع إيه، هذا هو الجواب 56 سنتيمتر بير سكند. أوكي تمام، هاي يا شباب مسألتنا زي المسألة السابقة، بس في المسألة السابقة إذا انتبهنا هون كان
هي رسمتها هون، كانت قوة الاحتكاك وقوة سبرينج بنفس الاتجاه، فوركم بنجمعوا مع بعض جمع تنتين سالبات، تنتين سالبات، يعني هاي كانت سالبة وهي سالبة. بينما في المثال الجديد الآن كانوا قوتين عكس بعض، واحدة مع الحركة اللي هي سبرينج، فكان وركها موجب اللي هي هاي، هذا الورك موجب هون هذا المقدار، والاحتكاك طبعا دائما وركه سالب ما فيها كلام، من عكس اتجاه الحركة. اوكي، هاي المسألة راح نرجع نحلها ان شاء الله لما ناخذ شابتر 8 على الطريقة اللي راح نتعلمها هناك. كمان سؤال على السبرينج، السبرينج از ستريتشد 5 سنتيمتر، يعني زنبرك ستريتش ممغوط او متمدد 5 سنتيمتر from its equilibrium position، يعني لو رسمناه هذا هو الإكوليبريم بوزيشن اللي هي إكس بتساوي زيرو، مباشرة بنحطها ما في لا ضغط ولا شد، إكوليبريم بوزيشن. وهون عنا السبرينج بيحكي لي إنه إيش ماله، إنه متمدد أصلا مسافة مقدارها 5 سنتيمتر، يعني هون إكس تساوي 5 سنتي، هاي وضعية الاتزان اللي هون، هاي المسافة هيك 5 سنتي. If this stretching، إذا كان هذا الشد التمدد requires يتطلب 30 جول اوف وورك، يعني كم مقدار الورك اللي احنا احتاجنا حتى نسحب هذا الجسم لهون، الورك كان بيساوي 30 جول. The spring constant is، ايش المطلوب نحسب؟ قيمة الكي كم بتساوي؟ تمام، طبعا بين قوسين كتب لي ان كيلو نيوتن بير متر، يعني في عندي اشي بالالاف، ف الجواب النهائي بقسمه على 1000 عشان يطلع بالكيلو نيوتن. يا شباب في هاي المسألة بدنا نمشي بشكل دقيق وواضح، لأنه ممكن واحد يحكي طيب هو طلب مني أحسب كي وهو معطيني بس النقطة هاي اللي هون، وبالتالي كيف بدي أطلع الكي وهكذا. شو بنحكي؟ الورك يا شباب هو عملية انتقال سبرينج من حالة إلى أخرى، ولذلك الدبليو قانونها هو نص كي اكس 1 تربيع ناقص نص كي اكس 2 تربيع. الان هو بيحكي لي انه الورك اللازم لايش؟ لشد هذا الزنبرك، يعني كانه بيحكي لي انه الجسم في البدايه كان هون، بعدين انا سحبت الزنبرك هذا لهي الوضعيه اللي هون، يعني هاي اكس 1 وهي اكس 2. هاي عمليه السحب، عمليه المغط او المط او التمدد تحت السبرينج بتحتاج الى ورك مقداره 30 جول. فإذا صارت الأمور واضحة، هو مش أعطاني بس one position موقع واحد، أعطاني اثنين وين كان وين صار. فالwork هو 30 نص k هي المطلوبة في السؤال نحسبها، x1 هي 0 تربيع، هاي كلها راح تروح، ناقص نص k أيضا هي المطلوبة في السؤال، x2 الموقع النهائي 5 سنتيمتر. طبعا بالسنتي لازم شو نعمل؟ نقسمها على 100 عشان تصير بالمتر، فخمسة بالمية، وبنساش التربيع. ويساوي 30 الآن اللي بينتبه رح يلاقي بشكل واضح جدا رح يطلع معانا إنه الشول 30 بالموجب، وعندي هون مقدار سالب، فراح تكون ايش الكي؟ راح تكون سالبة 30، 5% تربيع ضرب نص، الجواب هو 1.25 في 10 أس سالب 3، سالب 1.25 في 10 أس سالب 3 كي، إذا راح تطلع الكي بالسالب، وهل هذا الحكي مقبول؟ هذا الحكي غير مقبول. إذا أنا شو بفهم من هذا الكلام شباب؟ بفهم انه في عندي خطأ اثناء الحل. طب وين الخطأ صار؟ خطأ واضح جدا وخلينا ننتبه عليه ونتعلم انه ما نقع فيه مرة اخرى ابدا. يا شباب السبرينج حتى يتحرك من هاي النقطة من اكس بتساوي صفر الى اكس بتساوي خمسة،
هذا بتحرك عكس مكان اتزانه، ولذلك أثناء حركة الجسم للخارج الزمرة قاعد بيقاوم، قاعد بيتحرك لهون، قاعد بشد في الجسم بهذا الاتجاه، والحركة باتجاه اليسار وقوة السبرينج باتجاه اليمين زي الاحتكاك. وبالتالي الورك إلها لازم يكون سالب، الورك نفسه شو لازم يكون هون سالب. لكن هو حكى لي في السؤال من الورك هو 30. لو قرأنا السؤال كويس وانتبهنا عليه من البداية رح نلاحظ انه هذا الورك اللي هو أعطاني اياه بيحكي لي if this stretching requires يحتاج 30 جول، يعني انت بتحتاج لقوة خارجية اللي هي applied force اللي تسحب الجسم لهاي النقطة. الزمرك لوحده ما رح يجيب الجسم لهون، القوة الخارجية هي اللي رح تسحبه. ولذلك الصح مش اعمل انا هذا الحكي، الصح اني احكي انه W الابلايد فورس القوة الخارجية اللي اصلا شو قانونها راح يكون نص كي اكس 2 تربيع ناقص نص كي اكس 1 تربيع، هي القوة الخارجية. وبالتالي الورك اللي هو اعطاني اياه ليس ورك سبرينج قوة الزمبرك نفسها، هو اعطاني ورك القوة الخارجية اللي هي راح تسحب الجسم من الخارج. ولذلك الابلايد فورس هاي قيمة الورك اللي هو بيساوي 30، الكي ضرب x1 تربيع اللي هي x1 0 هاي كلها راح تروح، راح يصفي عندي نص k في x2 اللي هي 5% تربيع، وبالتالي بتطلع قيمة الk بالموجب مش زي هون بالسالب، هون راح تطلع الk سالبة وهذا الحكي غلط، فيش k بالسالب. لذلك يا شباب بدي انتبه، خلي السؤال دائما يورجيك انك انت غلطت ولا ما غلطت. هو بيحكي القوة اللازمة لسحب الجسم، اذا هاي قوة خارجية وليست قوة سبرينج نفسه. إذا حبيت أنبهكم كيف الطالب ممكن يغلط هون، فانتبهوا يا شباب. هون 30 نص ك 5% تربيع، إذا راح تكون قيمة الك بتساوي 30 تقسيم هذا المقدار، 30 تقسيم نص ضرب 5% تربيع، الجواب 2400. طبعا هون الجواب راح يطلع نفسه 2400 لكن سالب، ما بصير يطلع سالب. فممكن واحد يعني لو في الامتحان ما في اختيارات سالبة هون فراح يختار الجواب الموجب، واضح 2400. طبعا احنا بدنا اياها هاي نيوتن لكل متر، فبالكيلو نيوتن لكل متر راح تكون مقسمها على 1000، فراح تطلع 2 هون كم طلع معنا 24000. لما نقسم على 1000 بتطلع 24 نيوتن كيلو نيوتن لكل متر، إذن هاي هي قيمة الكي 24 كيلو. هون رح تطلع معنا إيش؟ سالب 24. فاللي بيحله لو غلط هاي الغلطة رح يلاقي إن الإجابات كلها موجبة والرقم 24 بديها موجود هون، فرح إيش يختار 24، رح يعرف إنه غلطان إشارة سالب. لكن الصح إنه نحله بهاي الطريقة ونكون فاهمين بالضبط المعطى هذا إيش بيمثل. إذن هذا هو لمين؟ للأبلايد فورس، للقوة الخارجية اللي هي بدها تسحب الجسم عن وضعية الاتزان تاعه. تمام، خلينا نشوف كمان مسألة أخيرة على موضوع سبرينج. السؤال بيحكي لنا، مش واضح انا راح اوضح لكم اياه، او شيء الرسمه هي هيك ورسمني هون سبرينج وفي جسم موجود هون، الماس هي ام وبتحرك باتجاه اليسار 3 متر بير سكند بهذا الشكل، هاي الرسمه. السؤال بيحكي لنا ان ذا فيجر في الشكل شون اول سيرفيسز جميع الاسطح هو سطح واحد فعليا موجود، all surfaces are frictionless، بس هو بيقصد انه سطح الطاولة او الارض الجسم ماشي عليها وسطح الجسم هذول مع بعض ما فيهم احتكاك، frictionless عديم الاحتكاك، يعني بيحكي لي اهمل الاحتكاك. The initial speed of the block is 3، سرعة الجسم كم بتساوي؟ 3. فلو انا سألتكم سؤال من عندي الجسم هو هون كم حتكون سرعته؟ 3 نفسها. الجسم لما يوصل لعند سبرينج ويبدأ يضغط فيه اول ما يلمسه كم بتكون السرعة؟ برضو بتكون V بتساوي 3. هاي الوضعية اللي فيها X بتساوي 0، الزمرك في حالة إيش؟ ارتخاء، في حالة اتزان، لا مضغوط ولا مشدود. ليش اللي هون 3 وهون 3؟ الجسم ماشي على سطح أفقي أملس،
يعني ما في قوة بتعيق في حركته تبطئ من سرعته، ولا في قوة عملها بتشد فيه تزيد من سرعته، فالسرعة رح تكون ثابتة لغاية ما يوصل الجسم لوين؟ لطرف سبرينج ويضغطه، بيبدأ الزنبرك يقاوم يدفع في الجسم، فبصير السرعة تقل تدريجيا. إذا في الوضعية X بتساوي صفر، سرعة الجسم رح تكون 3 اللي هي نفس السرعة اللي هو ماشي فيها من البداية أصلا. السؤال بيحكي لي The initial speed of the block is 3، السرعة الابتدائية للجسم هي 3 متر per second، and the spring constant. spring constant قبل شوي كان مسمينها force constant. spring constant اللي هي الكي 600 نيوتن، لكل متر. if the block has a mass m تساوي 2 كيلوغرام، اعطاني الماس. determine حدد the maximum compression اقصى انضغاط of the spring، اقصى انضغاط للسبرينج اللي هون in meter from its equilibrium position، يعني حدد اقصى انضغاط سيحدث للزنبرك من نقطة الاتزان او من موضع الاتزان تاعه. يعني هذا لو عملنا خط زي هيك لما يجي الجسم هون راح يضغط السبرينج، راح ينضغط في هون مسافة راح يتحركها السبرينج، فكم مقدار هاي المسافة؟ يعني هاي الـ X2 كم بتساوي المسافة راح ينضغطها الزنبرك؟ طبعا لما يحكي لي maximum compression أقصى انضغاط، أنا لحالي لازم أعرف إنه الجسم راح يتوقف، لأنه لو كان لسه في انضغاط أكثر من هيك بيكمل الجسم وبيضغط، لكن ما دام أقصى انضغاط خلص ما راح يضغط أكثر من هيك، فتلقائي السبرينج إيش راح يصير فيه؟ راح يتوقف عن الحركة والجسم اللي هون راح يصير ساكن. إذا هون الفي هي الفي 2 بتساوي 0، إذا إكس 2 بتساوي إكس مجهولة والفي 2 بتساوي 0، إكس 1 بتساوي 0 وفي 1 بتساوي 3. هاي هي المعطيات اللي عندنا، والكي والماس موجودين. إذا المطلوب نحسب الإكس، فبنحكي ما دام أعطاني هو الفي 1 والفي 2 بنحكي مباشرة إنه دبليو توتال تساوي دلتا كي، القوة المؤثرة على الجسم أثناء حركته. الجسم ماشي باتجاه اليسار، من المنتصف لهاي النقطة سبرينج بيعيق في الحركة، هذا هو قوة السبرينج. الجسم هيك بيتحرك، في عندي نورمال فورس وفي عندنا ام جي. احنا متفقين انه الان والام جي الورك تاعهم راح يساوي زيرو، لانهم عموديين على اتجاه الحركة، اتجاه الحركة باتجاه اليسار. راح يصفي عندي قوة السبرينج الوحيدة هي المؤثرة على الجسم، ما في احتكاك. اذا الدبليو توتال هي نفسها مين؟ هي دبليو سبرينج فقط، ما عندي غيرها. الدلتا كي راح تكون نص ام في 2 تربيع ناقص نص ام في 1 تربيع. الان سبرينج الورك تاعه قانونه نص في كي، كي اللي هي 600 في اكس 1، اكس 1 اللي هو الموضوع الابتدائي اللي كان في الجسم، اكس 1 هي 0 تربيع ناقص نص في K في X2 الموقع النهائي اللي احنا بدنا اياه اللي هي X، X تربيع نص K X1 اللي هي 0 هاي بتروح ناقص نص في K في X2 تربيع اللي احنا بدنا اياها، يساوي في البداية السرعة قيمتها 3، في النهاية سرعة صارت 0، اذا V2 بتساوي 0 هاي كلها بتروح، راح يضل عندنا ناقص نص الماس اللي هي 2 في V1 اللي هي قيمتها بتساوي 3، V1 اللي هي 3 تربيع، فرح يصفي معنا نص الستمية 300 ناقص 300 X تربيع يساوي 2 مع 2 بتروح ناقص 9، هاي 3 تربيع 9 X تربيع رح تساوي السالب مع السالب بروح 9 تقسيم 300. إذا قيمة الإكس راح تساوي بعد ما ناخذ الجذر التربيعي، جذر 9 تقسيم 300 17% متر، ولو كانت بالسنتي بتكون 17 سنتيمتر، هاي هي قيمة الإكس. إذا سوينا دبليو توتال بالدلتا كي، الورك الوحيد الموجود هو الدبليو إف، طبعا أنا لازم أكتب دبليو إن WMG، بس أنا بعرف إن هدول الورك إنهم بيساوي 0
لأنهم عموديين على اتجاه الحركة. لو كانوا مع اتجاه الحركة أو في زاويتين غير التسعين بيطلع فيه لهم قيمة، بس أنا عندي زاويتهم 90. هاي هي مسألتنا عن سبرينج. الجواب هو فرق دي 17% متر. أوكي.